هل على المعتمر طواف وداع؟ ليس على المعتمر طواف وداع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر المعتمرين بطواف الوداع، وإنما أمر الحجاج، أمر الحجاج أن لا ينفر أحد بعد الحج إلا أن يطوف، بعد أن يطوف بالبيت، ولم يذكر عنه أنه أمر المعتمرين بالطواف، دل على أن الوداع خاص بالحج. نعم.